الآن مع كلمة معالي السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، تفضل. بسم الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معالي الوزراء الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية مؤتمر كوب 27، السادة المحافظين، السيدة المحافظ، الحضور الكريم. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لدولة معالي رئيس الوزراء بما يوليه سيادته من اهتمام بالمبادرة لنشر ثقافة الوعي بالتغير المناخي، والتي أثمرت عن قرار سيادته بتنفيذ المبادرة بشكل سنوي نتيجة للنجاح الذي حققته بالدورة الأولى. وتوجه بخالص الشكر لمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها وتوجيهاتها المستمرة، مما كان له أثر بالغ في تكوين وإنشاء شراكات استراتيجية مع جميع الجهات الوطنية والتمويلية والدولية، وأدت إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات المقدمة بالمبادرة والتوسع بمشروعاتهم على المستوى الوطني والدولي كما لاحظنا في الفيديو. كما أخص بالشكر الدكتور محمود محي الدين على طرح هذه الفكرة الرائعة غير المسبوق عالميا، والتي أحدثت حراكا مجتمعيا بين المحافظات لاستعراض أفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية للتكيف مع التغيرات المناخية. وأشكر السادة الوزراء المعنيين بالمبادرة لدعمهم الدائم والمستمر لإنجاح المبادرة في دورتها الثانية. وتوجه بالشكر إلى السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية على كل الجهد في المحافظات، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. كما توجه بالشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني للمبادرة من خلال الخبراء والأكاديميين الذين ساهموا بشكل فعال لإنجاح عملية تقييم المشروعات على مستوى المحافظات. أيضاً الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرفع الوعي بأهداف المبادرة على مستوى مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. خالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي لحث الجمعيات الأهلية على المشاركة في المبادرة. والشكر الكبير موصول للسادة المحافظين على التعاون والتنسيق المثمر والمستمر والمتابعة منذ انطلاق المبادرة ومروراً بفترة التقديم على المنصة الإلكترونية واختيار المشروعات من خلال لجان تنفيذية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى لتقييم واختيار المشروعات المؤهلة. خالص الشكر والتقدير لشركائنا الوطنيين ورعاة المبادرة، وأخص بالشكر البريد المصري، بنك مصر، شركة الشرقية للسكر، وشركائنا الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج الأغذية العالمي WFP، هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، منظمة العمل الدولية ILO، منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو. ولا يفوتني في هذا المقام أن أوجه عظيم الشكر للفائزين وكل من شارك بمشروع أخضر ذكي بالدورتين الأولى والثانية لكونهم نموذج يحتذى به في التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول للتغيرات البيئية. وأؤكد هنا أن جميع المشاركين بالمبادرة فائزين، ليست فقط الـ 18 مشروع أو الـ 379 مشروع أو الـ 162 مشروع المعروضين في المعرض في الخارج المؤهلين، ولكن كل من تقدم بمشروع
في العام الماضي 6300 مشروع، وخلال هذا العام 5600 مشروع، نكون عندنا حصيلة في قاعدة بيانات أكثر من حوالي 11-12 ألف مشروع وكل مجتمعاتهم. كل ذلك ولذلك الحفل اليوم لتكريم كل هذا وتكريم كل من يفكر خارج الصندوق. واسمحوا الآن أن أقدم لحضراتكم عرض تقديمي برزنتيشن قصير حول النتائج المبادرة في دورتها الثانية. السنة دي كان أحد أسباب نجاح المبادرة في دورتها الثانية إن حصل تطوير من الدروس المستفادة في السنة اللي فاتت، أهمها توسيع وتعميق التدريب والتأهيل للجان التنفيذية بالمحافظات. كان عندنا وقت السنة دي أكتر، وبالتالي التدريب والتأهيل للجان نفسها في المحافظات كان ليه دور، وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات، بيقدموا المشروعات بس محتاجين دعم من الأمم المتحدة، دعم من جهات مختلفة، فده كان جزء. ثم طبعا كان في برضو نقطة هامة إن إحنا ألزمنا اللجان التنفيذية إن تستقبل أصحاب المشروعات. السنة اللي فاتت قدموا المشروع بس، لا السنة دي إنهم يستقبلوا ويسمعوا منه ويتأكدوا إن البيانات اللي هم بيقولوها جاهزة. ثم طبعا لجنة عليا من الخبراء، من ثم كل الجامعات المعينة، والاستعانة بالخبراء زي ما قلنا من الأكاديميين. كل ده طبعا زي ما قلنا التدريب، وكان برضو في الفيلم تدريب لجان، تدريب طلبة الجامعات، تدريب لجان التنفيذية، مديريات الشباب والرياضة، تدريبات أونلاين. دي الإحصائيات اللي هي اللي عندنا نتيجة عملية التدريب. 5500 متدرب، لا يعني نرجع دي مرة كده، 5500 متدرب، 17 موضوعات تدريب أونلاين، زائد يعني في حوالي 60 جلسة موجودين في المحافظات والجامعات ومراكز الشباب والرياضة. دي طبعا قلنا ان هو زي ما قال في الفيلم كان مهم ان عشان نرفع الوعي، عشان المبادرة يعني ايه اخضر، يعني ايه ذكي، يعني ايه مشروعات، يحصل تغطية اعلامية لكل الاكتيفيتيز، الانشطة اللي بتتم دي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، مش بس الجرائد لكن كل السوشيال ميديا. ودي عرضتها طبعا يعني الايه تم عرضه في الفيلم، فاروح نمشي فيه مرور الكرام. دي زي ما برضو 5600 مشروع متوزعين طبقا للمشروعات الكبيرة والصغيرة المتوسطة، دي الإحصائيات. دول اللي جالنا السنة دي، جبنا 379، يعني احنا بنطلب من كل محافظة تدينا 6 مشروعات بس، فيبقى الحصيلة 6 في 27 محافظة 162. السنة دي قلنا برضو كتطور، كتطوير للمبادرة، ان لا نطلب من المحافظات تدينا عدد اكبر، فيبقى في فرصة اكبر اولا ان هم يتم الاحتفال بهم ويتم تقييمهم في المحافظات، لكن في نفس الوقت على المستوى الوطني يبقى اللجنة الوطنية لها فرص اكبر في تقييم المشروعات، ويكون ايضا للمستثمرين عندهم اختيار اوسع. وده التوزيع في المشروعات اللي هي اهلت. دي القطاعات، يعني الناس بتسال طيب انتوا طلعتوا المشروعات دي، ايه القطاعات اللي دخلت في المبادره؟ اكبر 3 قطاعات الزراعه المستدامه، الطاقه، اداره المخلفات. والسنة دي برضو عملنا حاجة مختلفة، زودنا 13 قطاع فرعي عشان يبقى المواطن أو مقدم مشروع يقدر إن هو يخش مجالات جديدة، يعني التنوع البيولوجي، المواد الحيوية، ترميم واستعادة النظام البيولوجي، السياحة المستدامة، الاقتصاد الملابس والموضة المستدامة، التكيف مع المتغيرات. لكن ما زال طبعا الزراعة المستدامة والطاقة وإدارة المخلفات وتقليل الانبعاثات أكبر قطاعات تم تقدمت فيها المشروعات. دي مرحلة التقييم، 17300 ساعة تقييم في إجمالي، من ضمن التقييمات اللي تمت على المحافظات في كل المحافظات وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى اللجنة العليا كلها. وطبعا يعني مجهود. دي الجوائز، الجائزة الأولى 750,000 جنيه، الثانية 500,000 جنيه، الثالثة 250، زائد طبعا الأمم المتحدة وهيئتها الممثلين هنا ونشكرهم، بيقدموا مش بس الدعم الفني، بعض الدعم المادي
واللي بيسفروهم الى يعني الكوب 28. معالي الوزيره الدكتور هاله السعيد يعني اجتمعت مع الفريق من الاول خالص وقالت ان انا عايزه احقق المكتسبات الرئيسيه التاليه للمبادره، ان يكون عندنا المكتسبات او الاهداف العشرة دول اللي هم طبعا اهمهم واللي هي لب المبادره. يعني لو حد يقول لك طب ايه الرساله الرئيسيه بتاع المبادره دي، هي تحويل التحدي المناخي الى فرصه اقتصاديه. ده باختصار، في عندك تحدي مشكله حولها الى فرصه اقتصاديه وتكسب منها، ده حاجه رئيسيه. تاني حاجه طبعا النقله النوعيه لرفع الوعي بالتغيرات المناخيه، الشراكة الاستراتيجية مع جميع الفئات المجتمع، جميع وزارات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدولية والوطنية، فتحصل التشبيك ويبقى بهدف إيه؟ إيجاد حلول مصرية في الآخر من أعرض العالم وداخليا إنها حلول مصرية. وأصبحت أهم حاجة المبادرة منصة للعمل المناخي على المستوى الوطني، يعني ربما ده أكبر إنجاز إن أصبح الناس بتتكلم على المبادرة دي منصة بلاتفورم واسع للعمل المناخي والعمل الأخضر في مصر، وبالتالي من خلال تقديم المشروعات طبعا يعني التشبيك وكل حاجة دي. طبعا في الآخر أحب إن احنا قررت الشكر في الأول لكن لكل الشركاء اللي اشتغلوا معانا زي البريد المصري وبنك مصر والشرقية للسكر، طبعا عشان الوقت مش هعيد كل ده، لكن طبعا UNDP والWorld Food Program والIFC والUN Women وكل اليونيدو وكل الموجودين معنا الشركاء أشكرهم. وأشكرك معالي دكتور مصطفى مبولي دولة رئيس الوزراء على حضورك وتشريفك لنا، ومعالي الوزيرة دكتور محمود الدين، وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.